كي تتعامل مع 127 فنان تونسي و16 فنان بين المغرب والجزائر وليبيا وفنانة عالمية اسمها موريرا كتب لها الدلاجي العظيم، اللي أنا وقت اللي قلت عظيم رتبت روحي في الوسط، أما عظيم على اللي تحتي، أما اللي مشى في باله هز كلمة تحته وفوقه في منطق إكس إكس إم، هذيك مشكلته، هذيك مشكلته. لكن أنا عظيم على كالكوزان اي كالكوزون، أنا فما ناس عظماء، أما راسك حي وراسك أنت مازال الوقت. وبدون غش، أنا اللي عملته 5500 مانيش نكذب، عندي بيت الشعر، تعرف شنو عطى بيت الشعر؟ مش بيت الشعر في بنات، بكلها أوراق حزم حزم كيك اللي هبطوا الجرايد 30 عام. وأنت ماما عزيزة تعرف، أنت تعرف أنا سيزون في لافايات، قالوا إمتى نوليو شرفة؟ قالوا حتى يموتوا كبار الحومة، دوزيام فيرسيون باش نطلعوا لهم سيريات الكراهب وقداش طول الفونت، هذوما الدوسي جديد، الإبيزود الجاية. تويك بور لو مومون كان وقفوا الحرب هزيت الرايه البيضاء. شكون تحكي انت سامع؟ انا نحكي في المطلق، اللي يحب يزيد يواصل الابيزود الثانيه مرحبا بي، والله العظيم نقعد الغدوه نتكلم من غير ورقه. كلا عليك بلسانك مطاوعك، خاطر ليه؟ خاطر خنار، نعرف كلا عليك، نعرف كل شيء ما قدامي، نعرف ماما عزيزه 30 راه 30 سنه مصفى مصفى. علاش انا ونختم، سامحوني مانيش باش نختم، عبد الرزاق الشابي كوم كرونيكور كي نغيب انا عندي حفله لبرا يقول لي قهرتني، تعرف علاش؟ قال لي اللي تعمل فيها اكلاكس نتاع البورتري، مش انا مبدع اكثر منه، انا عندي اليات الكتابه، اما القوه فين؟ كي نجيب على مطرب معلومات هو بيدو نوى الغشام. قلت لي منين جبتهم؟ قلت له وقت اللي انت ستار انا عب ستار في لافايات نخلص الغنايه ب 15000، اما نعرفك الراك وانت تعدى وشكون يجيبك وشكون يهزك وقتاش تسجل. كنت تخدم صباب معناتها؟ لا كنت نكتب في الغناء واللحن وب 15 دينار. كان يكتب جمله يكتب معاها 15 دينار. سؤال بركه بالحق، لحظه باش نمشي نجيكم بالطريق. توا الغنايه لحظه مصطفى بالله، ب 10000 دينار واللي يحب يعمل نجيكم بالطريق. في بالي خليت سوم 5 ملايين طلعت انت. لا 10000 دينار الغنايه والله خليتك بخمسه عامين. لا حصل هذاك عامناه اصغرنا يا مدام 10000 دلاجي كلمه الاخرى باي زادي شنو تحب تقولها الكاميرا قدامك؟ والله انا عندي مثال كتبته دارنيرمون، قالوا يا بابا علاش يعيطوا لك لرقش؟ قالوا يا وليدي خاطر شاح وتقرقش. بالنسبه لي انا مانيش باش نعمل حتى شيء، مانيش باش نعمل حتى رد فعل، اما اللي بيتيز اللي صاروا في ما تعيطولوش ما تعيطولوش، علاه باش ننقذ عليك الوضوء؟ لا دونك 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 انا المره هذه باش تتعدلك جلديه، مش امور جديه، باش تتعدلك جلديه. وراهو ما يصدقوكش الدلاجين، والله واحد عرسي كومبلي ومهرجاناتي فوا تروا، لوحه ليك مع الحكايه هذه. وقال له شكون شاهدك يا بوفسايه؟ قال له بعيبيسي.